بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد حلقة النهاردة هيكون التركيز الأكثر فيها على مباراة مصر وتونس في الدور نصف النهائي لكأس فيفا للعرب، المباراة اللي انطلقت في هذه اللحظات بالتأكيد، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يكون كل التوفيق لمنتخبنا في تخطي عقبة تونس والوصول إلى المباراة النهائية يوم السبت القادم ومواجهة الفائز ما بين قطر والجزائر. ايضا كمان هنلقي الضوء على استعدادات الاهلي للقاء السوبر الافريقي والسفر يوم الجمعه، والنهارده مباراه وديه امام فريق سموحه، ويمكن المباراه انتهت منذ لحظات يعني او منذ قليل، والمباراه بتتلعب على ملعب مختار التتش بالجزيره، وهنشوف اخر تطورات المباراه الوديه واخر الجديد من معسكر الاهلي قبل السفر الى قطر استعدادا لمواجهه الرجاء يوم الاربعاء القادم ان شاء الله في لقاء كاس السوبر الافريقي. حلقة فيها تفاصيل، فيها كواليس، وكمان هنتكلم على الملف اللي بالتأكيد شاغل بال الرأي العام، كأس الأمم الإفريقية وتأثيره على أجندة مباريات كأس العالم للأندية اللي بالتأكيد النادي الأهلي هيمثل فيها القارة الإفريقية خلال شهر فبراير القادم، وهذا الملف شائك جدا، لكن الحمد لله قربنا الصورة للناس من امبارح وقلنا لهم اللي هيحصل، وبالفعل النهاردة كانت فيه تفاصيل مهمة جدا، جزء كبير جدا من اللي قلناه امبارح حصل النهاردة، بس خدوا بالكم الملف لسه بيبدأ والماتش لسه بيبدأ ولسه في كتير وتفاصيل خلال الأسبوع القادم عشان نحسم كل الملفات دي سواء كأس الأمم أو كأس العالم للأندية. حلقة فيها تفاصيل وكواليس، وبالتأكيد إن شاء الله هنطلعكم على كل الجديد في حلقة اليوم. لكن نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال بالتأكيد ده ليه علاقة بمباراة مصر وتونس اللي جارية حاليا الآن في ملعب 974 في الدوحة. عايز أعرف توقعاتكم، بالطبع هننتهي مع نهاية الشوط الأول، لكن مع نهاية المباراة ممكن تتوقعوا النتيجة تبقى كام؟ كل واحد يشارك معنا في الإجابة على السؤال، نتيجة المباراة مصر وتونس تبقى كام؟ ومين ممكن يسجل الأهداف؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وهنستعرض أكبر قدر من الآراء في الفقرة الأخيرة من الحلقة. لكن بسرعة نروح لعناوين حلقة النهاردة. في ترند الأهلي، الأهلي يفوز على سموحة وديا. كمان الفريق يجري مسحة طبية استعدادا للسفر لقطر. وأخيرا الغموض يسيطر على مصير أمم إفريقيا. استعراض مباريات اليوم، النهارده بالتاكيد في مباريات سواء في كاس فيفا للعرب او حتى لقاءات في الدوري الانجليزي، لكن هبدا بكاس فيفا للعرب. في هذه اللحظات انطلقت مباراه تونس ومصر في مرحله الدور نصف النهائي، وعقب المباراه مباشره في الساعه 9 بتوقيت القاهره المباراه الثانيه ما بين قطر والجزائر. الفائز من كل مباراه سيواجه الفريق الاخر يوم السبت القادم، والخاسر من لقاء تونس ومصر مع لقاء قطر والجزائر هيلعب على مركز الثالث والرابع يوم السبت القادم ايضا. طيب قبل ما اروح للدوري الانجليزي، المباراه انطلقت زي ما بقول لكم منذ لحظات قليله، لقاء تونس ومصر، وقدام بالتاكيد تشكيل المنتخبين. يمكن منتخب مصر بدا المباراه بمحمد الشناوي بعد ما تاكد جاهزيته للمباراه في حراسه المرمى، خط الدفاع اكرم توفيق ظهير ايمن، احمد حجازي ومحمود الونش اثنين مساكين، احمد فتوح ظهير ايسر، اثنين في وسط الارتكاز عمرو السوليه وحمدي فتحي، امامهم احمد سيد زيزو، محمد مجدي قفشه، وحسين فيصل ومروان حمدي. اذا في اطمئنان على حاله حمدي فتحي والشناوي، وكارلوس كيروش بدا بيهم النهارده هذه المباراه، وايضا عوده بعد غياب لاحمد حجازي. طيب تشكيل منتخب تونس هو ايضا بيشهد بعض التغييرات، خاصة بعد انضمام منتصر الطلبي أول أمس لأول مران وأول مباراة ليه مع المنتخب التونسي. في حراسة المرمى معز حسن، الدفاع بيتكون من بلال العيفة، منتصر الطلبي، ياسين مرياح، محمد بن حميدة، خط الوسط محمد راجر، غيلان الشعلاني وفرجاني ساسي. في الهجوم حنبعل المجبري، سيف الدين الجزيري ويوسف المسكني. طبعا في بدلاء في قائمة تونس فاروق المصطفى، حمزة المسلوسي، محمد علي بن رمضان، وأبرزهم كمان وجود علي معلول اللي هنشوف النهاردة هل جاهز وهيشارك ولا متواجد على دكة البدلاء لاستكمال القائمة ليس إلا. طيب نروح بقى لمباريات الدوري الإنجليزي، والنهاردة في أربع مباريات، في ثلاث لقاءات في توقيت واحد، الساعة 9:30 برايتون يستضيف ويلفرهامبتون، وبيرلي يستضيف واتفورد، كريستال بالاس يستضيف ساوثهامبتون، وفي الختام الساعة 10 من مساء اليوم أرسنال يستضيف ويست هام يونايتد. مشاهدة ممتعة بالتأكيد لكل السادة المشاهدين، وبالطبع بنتمنى التوفيق لمنتخبنا في لقاء مصر وتونس اللي بدأ منذ لحظات قليلة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض فقرة ترند الترند، وعندنا بقى الكواليس والأخبار والجديد هتسمعوها في الفقرة اللي جاية.
اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. طبعا الملف الشائك اللي شاغل بال الراي العام كله والناس بتتكلم فيه بشكل كبير جدا ملف كاس الامم كاس العالم للانديه. الاهلي هيشارك بالدوليين، المنتخب هيلعب بالدوليين، البطوله ايه اللي هيحصل فيها؟ امبارح احنا طلعنا واتكلمنا حوالي 10 دقائق عن الاحداث والكواليس وايه اللي بيحصل في الملف ده واللي مش باين لكل الناس والتفاصيل اللي ما بين السطور. وفي نقطة أنا امبارح اتكلمت في كذا نقطة، لكن في نقطة بدأت بيها الحديث امبارح وقلت إن الأزمة الأكبر أو الكارت الأخير اللي ممكن يعمل بلبلة في الملف ده أو نشوف الحل هيبقى إزاي هو ملف اللعيبة الأفارقة اللي بتلعب في الدوريات الأوروبية، إزاي ممكن يكون لها تأثير على صناعة القرار في مسألة إقامة كأس الأمم الإفريقية من عدمها. وبالفعل النهاردة الساعة 9:30 الصبح في خطاب أرسل من اتحاد الأندية الأوروبية إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي تم إعلانه لوسائل الإعلام صباح اليوم. هذا الخطاب مؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر، يعني بالضبط بقاله 5 أيام، لكن النهاردة الصبح بعد ما الأمين العام للاتحاد الإفريقي كان في زيارة للملعب الرئيسي ملعب الافتتاح والناس كلها شافت الافتتاح هيبقى إزاي والملعب جاهز إزاي، النهاردة الخطاب ده تم تسريبه لوسائل الإعلام الصبح عشان الناس تتفاجئ بالخطاب اللي قدامكم على الشاشة، وهو طلب من اتحاد الأندية الأوروبية اللي بتطلب من الفيفا ومن الكاف ان هم يشوفوا الإجراءات الصحية المتعلقة بسفر اللاعبين الأفارقة اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية إلى الكاميرون. وقالوا في سياق الحديث ان هناك نقص في الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالوقاية ضد فيروس كورونا ومتحور فيروس الجديد في العديد من الدول الإفريقية. والخطاب أشار وهو طلب من اتحاد الأندية الأوروبية إن هناك نية لدى الاتحاد في عدم الإفراج عن اللاعبين الأفارقة وعلى مسؤولي كاف وفيفا اتخاذ قرار جذري في مواجهة هذا الوباء والذي ما كان ولا يزال انعكاسا منذ عدة أسابيع فقد أصبح أكثر بكثير من مجرد احتمال في الأيام الأخيرة. وبالتالي فكرة سفر اللاعبين الأفارقة إلى البطولة هيكون من رابع المستحيلات إلا إذا هناك إجراءات تؤكد إن في حلول بالنسبة للحجر الصحي أو الدولة المنظمة هتتخذ إجراءات للحفاظ على صحة هؤلاء اللاعبين. هذا الخطاب هو بقى اللي حرك المياه الراقدة لأن الناس كان بقالها فترة بتسأل يا جماعة هي فين المشكلة؟ ناس بتحاول تقول إن الكاميرون مش جاهزة، إحنا هنا الحمد لله كل وقت اللي كانت الكاميرون ما كانتش جاهزة كانت من شهرين، لكن الكاميرون دلوقتي جاهزة. وأنا تعمدت إمبارح أقول إن الكاميرون بتحارب على استضافة البطولة. والكاميرون بتحارب على فكره ان هي جاهزه لاستضافه البطوله لان الناس عارفه ان في بعض التفاصيل او بعض الاخبار اللي بتطلع عشان تثبت ان الكاميرون مش جاهزه فيكون مبرر لعدم اقامه كاس الامم. ولكن بعد ما تاكد للجميع بعد صور الامس ان ملعب الافتتاح اصبح جاهز كان ضروري لاتحاد الانديه الاوروبيه وبعض المسؤولين هم يسربوا هذا البيان وهذا الخطاب عشان يكون هو الكارت الاخير اللي يتلعب في ملف كاس الامم. طيب في التوقيت اللي طلع فيه البيان ده كان في بيان آخر صدر من الاتحاد الإفريقي بعدها بنص ساعة من خلال الكونغولي فيرونين بومبا السكرتير العام للكاف بيعلن فيه أنه كان بالأمس في الملعب الرئيسي الملعب الأوليمبي اللي هيستضيف لقاء الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو. هذا اللقاء وهذا الملعب اللي موجود في العاصمة الكاميرونية ياوندي هيكون جاهز ومش هيكون في أي مشاكل. وقدامكم على الشاشة هذا الخطاب وهذا البيان من الاتحاد الإفريقي بخصوص هذه الزيارة وهي زيارة لجنة التفتيش المشكلة من فيفا وكاف للاطلاع على جاهزية الملاعب. البيان بقى رد على بيان الاتحاد الأوروبي أو اتحاد الأندية الأوروبية لأن البيان أشار في إيه؟ قال هناك تكثيف للعمل بالنسبة لكأس الأمم ومع أقل من 4 أسابيع في تقدم موجود بشكل كبير جدا على مدار الساعة خلال الفترة الحالية. وقال كمان أن لجنة التنظيم المحلية وحكومة الكاميرون موجودة بالفعل في الموقع والناس بتشتغل 24 ساعة في الـ 24 ساعة. وقال أنه هو عقد اجتماع السكرتير العام للكاف بأنه عقد اجتماع بالأمس مع وزير الرياضة الكاميروني البروفيسور مويل كومبي وأيضا عقد اجتماع مع وزير الصحة مانودا ملاخي واتفقوا في النهاية على بعض الأمور الخاصة بالنهج الصحي وبروتوكول كوفيد 19 بالنسبة لكأس الأمم والاجتماع ما بين الكاف ووزارة الصحة خلال الفترة الجاية وفي تفاصيل هيتم التوصل ليها والإعلان عنها خلال الفترة اللي جاية. وفي نفس الوقت أشار أن في مضي قدم بالنسبة لاستعدادات البطولة وفي أرضية مشتركة ما بين الطرفين عشان البطولة تكون جاهزة خلال الفترة اللي جاية. وقال كمان أن المكتب الخاص بالبطولة في ياوندي تم افتتاحه بشكل مؤكد
وده عشان ضمان خلق أفضل الظروف الممكنة للزائرين، ونحن نعمل على عدد من الجوانب بما في ذلك ضمان الحركة بالنسبة للمنتخبات المشاركة الـ 24 والشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة والقادمين إلى الكاميرون. قال كمان في التسهيلات الخاصة بوصول الفرق هتكون موجودة. قال كمان عدد الوسائل الإعلام اللي تم اعتمادها في هذه البطولة 2110 وسيلة إعلامية من 59 دولة. إذن هو عايز يقول إن الكاميرون جاهزة والكاف في ظهر الكاميرون بالنسبة للمرحلة اللي جاية. البيان أنا شايفه طبيعي، لأن الطبيعي إن الاتحاد الإفريقي يقف في ظهر الدولة المنظمة ويكون هو أكبر مؤيد لإقامة البطولة، وإنه ما يسمحش لأي طرف خارجي يعرقل إمكانية استضافة الكاميرون لكأس الأمم، أو حتى إذا اللاعيبة الأفارقة اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية ما يجوش بسبب بروتوكول كورونا ما تتلعبش حتى بالمحليين، لأن هنا بالنسبة لهم لو البطولة اتلعبت بالمحليين أكنك لغتها، لأن الخسائر هنا هتكون كبيرة. خدوا بالكوا، خدوا بقى النهاردة البيانات كانت متسارعة وسريعة ورا بعضها. بدأنا باتحاد أندية أوروبا، ثم بيان الأمين العام والسكرتير العام للاتحاد الإفريقي، إلى أن أعلنت بعدها بحوالي ساعة شبكة سكاي سبورتس، بالتأكيد الشبكة الكبيرة التلفزيونية، إن هي هتنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة بعد التعاقد الرسمي مع الاتحاد الإفريقي. قدامكم على الشاشة أهو الخبر الرسمي والإعلان الرسمي من صفحة سكاي سبورتس الرسمية اللي بتعلن فيه إن هي حصلت على حقوق بث مباريات كأس الأمم الـ 52 مباراة. كل المباريات هتذاعها شبكة سكاي سبورتس خلال الفترة اللي جاية. طيب، شبكة عالمية بتنقل المباراة أو هتنقل البطولة، اتحاد الأندية الأوروبية بيقول لا مش هلعب البطولة أو مش هبعت اللعيبة، لأن في قلق وفي أمور خاصة بالبروتوكول الصحي مش واضح ولازم أحافظ على هؤلاء اللاعبين. وهو بالتأكيد برضو عنده حق في الجزئية دي، لأن دي لعيبة بالنسبة لهم ثروة بالتأكيد وميزانيات وأرقام كبيرة بالنسبة للأندية الأوروبية. والكاميرون جاهزة. طيب، هي في النهاية القرار هيكون عند مين؟ القرار هيكون عند جياني إنفانتينو خلال الفترة اللي جاية. ولكن تذكروا امبارح قلت إن الفترة اللي جاية هيكون في اجتماعات، ولكن بعد كأس فيفا للعرب. النهاردة بنتكلم في الأربع، البطولة هتخلص يوم السبت. ابتداء من يوم السبت انتظروا بقى الجيب اللي جاي، في ماتش جاي ماتش كبير قوي، وماتش هيبين لك مستقبل الكرة الإفريقية اللي جاية. ممكن تطلع الاتحاد الإفريقي من المعادلة. ليه؟ لأن هنا هيكون الكاميرون ممثلة في صامويل إيتو. مش بتكلم بقى على صامويل إيتو النجم الكاميروني أو نجم الكرة الإفريقية، لا، ده أصبح حاليا هو نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس الأمم ورئيس الاتحاد الكاميروني. هيكون في اتصالات مباشرة وفي اجتماعات مباشرة مع باتريس موتسيب رئيس الكاف، ولكن في الأساس مع جياني إنفانتينو اللي بالتأكيد أصبح معني بالموضوع بعد ما رابطة أو اتحاد الأندية الأوروبية حط الاتحاد الدولي في الخطاب المرسل إلى الاتحاد الإفريقي. خدوا بالكم، المفروض الملف ده ما بين اتحاد الأندية الأوروبية مع الاتحاد الإفريقي، لكن طبعا طالما الاتحاد الدولي اتحط طرف في القضية فهيكون جياني إنفانتينو هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. هل سينتصر صامويل إيتو خلال الفترة اللي جاية ويثبت أنه قادر على حماية مصالح الكرة الإفريقية في ظل أن في كلام كتير جدا من القارة الأوروبية أن البطولة دي لو اتلعبت على أقل تقدير ما يكونش فيها اللعيبة الأفارقة اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، ده اللي هيبان الفترة اللي جاية. يعني بمعنى أصح، يا البطولة تتلعب يا تتلغي، لأن هي لو اتلعبت بالمحليين اعتبروها كده مني زي ما بقول لكم هي اتلغت، لأن هيبقى الخسائر المادية كبيرة جدا في ظل شبكات وقنوات عالمية أعلنت أنها هتذيع البطولة ودفعت أرقام بناء على أن البطولة دي فيها لعيبة مصنفة رقم واحد على مستوى العالم، ساديو ماني، محمد صلاح، رياض محرز، حكيم زياش، لعيبة على أعلى مستوى. فبالتالي لما اللعيبة دي تغيب طبعا القيمة التسويقية للبطولة بتقل. ده هيبان بقى خلال الساعات اللي جاية، وابتداء من الأسبوع الجاي اتفرجوا بقى على الماتش ده، لأن ده الكارت الأخير اللي هيوضح المسألة. الملف ده تأثيره على ماتشات الأهلي في كأس العالم بناء على قرار اللي هيتاخد في بطولة كأس الأمم، وده اللي كان الناس بتسأل عليه، هو إيه اللي ليس كل ما يعرف يقال. النهاردة اترجمت الصورة والناس عرفت إيه اللي بيحصل في الكواليس. طيب سريعا قبل ما اطلع لفاصل، بالأمس كان في برضه تسريب، مش هقول قرار رسمي، لأن خدوا بالكم امبارح كان في اعلان لحكام بطوله كاس الامم الافريقيه ومين الحكام اللي هيديروا مباريات البطوله. وخدوا بالكم رغم ان الاسامي اللي تم اعلانها دي الحكام اصلا لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها ما تلقتش اي ايميل رسمي ان هي هتحكم في البطوله او هتسافر امتى الى الكاميرون. فبالتالي هو مش بيان رسمي ولا اختار رسمي للحكام، ولكنه تسريب ان دي الحكام اللي هتحكم مباريات كاس الامم. يهمنا ان من مصر في امين عمر ومحمود البنا حكام ساحه، محمود عاشور حكم فار، حكم فيديو في غرفة تقنية الفيديو، وقدامكم على الشاشة اهو
دي القائمة الخاصة بالحكام، وهيكون في مساعد تقنية الفيديو محمود أبو الرجال، وأيضا كمان أحمد حسام طه. دول هيكونوا موجودين في كأس الأمم الإفريقية. العدد الأكبر للبطولة دي للحكام المغاربة، رضوان جيد حكم ساحة، وفي 8 أو 7 حكام في تقنية الفيديو، ما بين حكام مساعدين في الملعب وحكام في غرفة التقنية، من ضمنهم حكمات في بشرة وفي فتيحة المغربية، دول موجودين في تقنية الفيديو من المغرب. 7 مساعدين في هذه البطولة، مصر فيها 5، والجزائر مصطفى غربال حكم ساحة، وفي غرفة التقنية هيكون مهدي عبيد. عموما دي القائمة الخاصة بالحكام الأفارقة، ودي كل التفاصيل الخاصة بكأس الأمم وكأس العالم، وموقف الأهلي الفترة الجاية هيتحدد بناء على كل هذه القرارات. وزي ما قلت لكم، الأهلي دخل طرف في هذا الموضوع وليس له أي علاقة بكل هذه الأحداث، لكن ننتظر النتيجة، وإن شاء الله النتيجة هتكون في صالح الأهلي ومشاركته المميزة في كأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى إزاي الأهلي النهاردة كان بيستعد للسوبر، وعمل إيه في المباراة الودية مسموحة اللي انتهت منذ قليل. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن استعدادات الاهلي للقاء السوبر الافريقي امام الرجاء المغربي. طيب احنا خلاص بنتكلم في ساعات قليله، النهارده كان اخر مباراه وديه، ويوم الجمعه هيكون السفر الى الدوحه استعدادا لخوض المباراه اللي هتتلعب يوم الاربعاء اللي جاي زي النهارده الساعه 7 بتوقيت القاهره. طيب عشان نعرف اكتر وتفاصيل متعلقه بالاستعدادات، والنهارده كانت في مباراه وديه مع سموحه انتهت منذ قليل بفوز النادي الاهلي بخمسه اهداف مقابل هدف، اذهب مباشره الى زميلي العزيز فاروق صلاح من ملعب مختار التتش بالجزيره، يطلعنا على كل الكواليس الخاصه بالمباراه الوديه وكيف استعد الفريق لهذه المباراه. عبر الهاتف زميلنا فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير زميلي محمد، كل التحيه ليك يا محمد، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدة ومتابعي الشاشه بتاع قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب اشرح بقى كده الكواليس المتاحه او المعلومه اللي ممكن تكون متاحه للجمهور، يعني نتيجه المباراه، اجواء المباراه، ممكن بيتسو يكون استفاد بايه في مباراه سموحه، المسحه الطبيه النهارده دي المعتمده قبل السفر يوم الجمعه استعدادا لماتش الرجاء المغربي ان شاء الله. يعني خليني في البدايه محمد يعني اوضح يعني وجه الاستفاده طبعا من هذه المباراه امام فريق وخط زي سموحه، طبعا مباراه وديه غلب عليها النديه والحماس سواء من لاعبي النادي الاهلي او لاعبي فريق سموحه، لكن في نقطه مهمه جدا يا محمد، يعني كان امر اثر يعني استفهام الكثير من الجماهير توقيتات لعب المباريات الوديه بالنسبه للنادي الاهلي. يعني تابعنا المباراه الاولى كانت امام فريق طلائع الجيش، كانت في نفس توقيت مباراه منتخب مصر امام الاردن، والنهارده المباراه بيعتبر برضه في نفس التوقيت او في نفس اليوم اللي المنتخب المصري بيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي. طبعا اتمنى التوفيق لمنتخب مصر، لكن الامر ده محمد يعني مش من قبيل الصدفه، ده الامر ده يعني محسوب ومتحدد من قبل الجهاز الفني وبالتنسيق طبعا عن فتره الاحمال كاميلو، ان لا نفس اللعيبه بتاعت النادي الاهلي تكون واخده نفس الحمل او الاحمال بنفس الوحده، اللي سواء مباراه مع المنتخب المصري او ايضا اللاعبين يكونوا عندهم نفس الحمل بتاع المباراه. لذلك كان مستر فيتسو موسيماني يعني الراجل قاصد انه يكون المباراه الاولى امام الجيش في نفس التوقيت، وايضا مباراه اليوم امام فريق سموحه. خليني اقول لك ان المباراه النهارده طبعا مباراه قويه جدا، فيها يعني اوجه استفاده كبيره من مستر فيتسو موسيماني. طبعا هو ابتدى المباراه بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، في اليمين محمد هاني، ولعب كريم فؤاد النهارده في مركز الظهير الايسر اللي ظهر بشكل اكثر من رائع. نص الملعب لعب اليو ديانج وعمار حمدي، قدامهم كان طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وميكيسوني وراس الحربه بيركي تاو. تقدر تقول النادي الاهلي من بدايه اللقاء الحماس والجديه اللي عند اللاعبين قدر النادي الاهلي ان هو تقدم بهدف في الدقيقه 16 عن طريق ميكسوني، ثم هدف ثاني عن طريق فيرسي تاو في الدقيقه 24، ثم هدف في الدقيقه 29 عن طريق عمار حمدي. مع اقتراب الشوط الاول محمد من النهايه كان في اصابه لكريم فؤاد، خرج يعني من ارض الملعب. الدكتور احمد ابو عبده اطمنا من خلاله على كريم فؤاد، فكريم فؤاد قال كدمه بسيطه وهو فضل ان هو يريح، لكن ان شاء الله يكون موجود مع الفريق ان شاء الله في السفر ان شاء الله لمباراه الجزاء لفريق يعني تصدى لضربه الجزاء اللاعب عبد الكبير همادي، لكن تصدى ببراعه علي لطفي وانقذ مرمى بالهدف. وكان ختام الشوط الاول، مع بدايه الشوط الثاني عمل مجموعه تبديلات مستر بيتسو الشمالي، احمد نبيل كان نزل طبعا بديلا لكريم فؤاد، ونزل حسام حسن وليد سليمان ومصطفى شوبير ومحمد حسام ميدو بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات وعلي لطفي وطاهر محمد طاهر.
قدر النادي الاهلي ان هو يحرز هدفين في الشوط الثاني، هدف عن طريق حسام حسن، هدف اكثر من رائع. عايز اطمنك حسام حسن النهارده بيظهر بصوره اكثر من رائعه، ايضا هدف خامس كان من ضربه جزاء لوليد سليمان. الهدف الوحيد لفريق سموحه كان احرزه اللاعب تيلا. اطمنك ان معظم اللعيبه النهارده كلها بتظهر بشكل اكثر من رائع. مستر بيتسو موسيماني بدا المباراه بطريقه 4 2 3 1 وانهاها بطريقه 3 4 3. طيب فاروق، في مرونه. اتفضل يا محمد. طيب عشان برضه اتاكد من يعني شكل المباراه والنتيجه، نتيجه كبيره وسموحه من الفرق المميزه في الدوري الممتاز، هل سموحه كان بيلعب بالفيرست تيم ولا كان في راحه لعدد كبير من اللعيبه؟ لا اقدر اقول لك ان فريق سموحه النهارده بيلعب بالفريق الاساسي، يعني هو بدا اللقاء بالهاني سليمان في حراسه المرمى. ايوه. كان قدامه احمد جمال واحمد رمضان بيكهام وخالد عبد الفتاح ومحمد شكري. نص الملعب كان محمد كناريا وحبيبه وكواده، وقدامهم عبد الكبير الوادي ولاعب احمد صديق وفهد جمعه. يعني بدا بالتشكيل بالقوام الاساسي لفريق سموحه، بيجيب عنه 3 لعيبه، لكن بس الكابتن احمد سامي دفع بيهم في الشوط الثاني، سواء لما شفنا اللاعب احمد حمص او محمود عزت او عبد الرحمن. يعني تقدر تقول القوام الاساسي سموحه لعب على مدار ال 90 دقيقه النهارده يا محمد. اكيد. طيب فكره المباراه الوديه، انت قلت يا فاروق عشان اللعيبه اللي بتلعب بره الاجنده او بره مباريات كاس العرب تكون بنفس اللياقه او بنفس الحمل البدني اللي خدوه اللعيبه اللي بتلعب في منتخبنا الوطني. هل لما الفريق يسافر ان شاء الله يوم الجمعه، هل هينتظر بقى عشان الفريق يكتمل الصفوف ويبداوا تدريبات جماعيه على تكتيك معين، ولا بيتسو اصلا اشتغل على مباراه السوبر من هنا بدون الدخول في التفاصيل الفنيه؟ بس انا عايز اعرف هل يشتغل على المجموعه اللي هنا استعدادا لماتش الرجاء، ولا مأجل كل ده لما تكتمل الصفوف يوم السبت او الحد اللي جاي في الدوحه؟ بص يا محمد، يعني عشان نوضح الامر ده، مستر بيتسو موسيماني خلال الفتره اللي فاتت بيشتغل على بعض الامور التكتيكيه لمباراه الرجاء. تمام. هو هينتظر اكمال القوام عند ضم لعيب المنتخب وايضا علي معلول وادري بنون طبعا اللي موجود هناك، فقط انتظار وصول للبعثه ليكمل الشغل الفني. لكن خلال الايام اللي فاتت خلال ماتش الجيش خلال النهارده بعض الامور الفنيه طبعا انت عارف احنا مش هنخشيها، لكن اكيد الاستثمار بيشتغل على هذا الامر. كمان يا محمد، عمليه ان انا اغير طريقه اللعب من 4 2 3 1 3 4 3 على مدار المباراه كلها امور بيدي مرونه صحيه للاعبين. ايضا يعني النهارده لما بيجرب كريم فؤاد في مركز الظهير الايسر، احد من اللعيبه اللي بقول لك الظهر بشكل محمد محمود، كلها امور يشتغل بدءا من يعني الفتره دي مع انتظار ان شاء الله استكمال اللاعبين وانضمامهم ان شاء الله في الدوحه. برضه محمد عشان يعني نحط الجماهير في الصوره، الفريق طبعا غدا هيحصل على راحه. طبعا كان في مسحه النهارده اجريت من اللاعبين، مسحه السفر. تمام. طمنت من الدكتور احمد ابو عبله ان شاء الله يعني هيتم اعلان نتيجه المسحه الطبيه. طمنت ايضا من خلاله منه على فؤاد قال لي ما فيش اي مشكله، كدمه بسيطه، انا فضلت ان انا اريحه. ايضا عمار حمدي كان كدمه بسيطه لكن كمل المباراه ما فيهوش ادنى مشكله. طمني برضه يا محمد عشان برضه الجماهير، كان احمد عبد القادر مصاب طبعا، قال لي لا خلاص احمد عبد القادر من الناحيه الطبيه اصبح جاهز وان شاء الله يكون جاهز مع الفريق للسفر لمباراه الرجاء. طبعا النادي الاهلي خلال ساعات هيعلن القائمه اللي ان شاء الله لا تتجه الى الدوحه. الطيران ان شاء الله هيكون الاقلاع في تمام الساعه 4 عصرا، اتجه النادي الاهلي الى الدوحه لملاقات الرجاء، وان شاء الله محمد الفريق يرجع مكلل بالانتصار باذن الله. طيب فاروق، سؤال سريع واجابه سريعه، الاهلي هيسافر بالقائمه الخاصه بالمباراه ل 20 لاعب فقط، ولا ممكن يسافر باكبر عدد لان ممكن يحدد القائمه وهو في الدوحه هناك؟ يعني هل استقر على القائمه وهيرسلها للكاف قبل ما يسافر، ولا ممكن ياخد عدد اكتر ويحدد ال 20 اللي هيلعبوا الماتش وهو موجود في الدوحه؟ النهارده محمد تقدر تقول ان اللاعبين عملوا المسحه الطبيه، فبالتالي النادي الاهلي هياخد اكبر عدد ممكن من اللاعبين. تمام. طبعا هيتم ارسال القائمه هناك وهو في الدوحه باذن الله. اكيد. زميلي العزيز فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات وكل التفاصيل الخاصه بلقاء سموحه والاستعداد للسفر الى الدوحه يوم الجمعه، قلناها معاكم في هذه الفقره. شكرا جزيلا يا فاروق، وكل التوفيق للاهلي في لقاء الرجاء المغربي يوم الاربعاء القادم. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف ترند الاهلي وابرز الامور الموجوده من خلال صفحات السوشيال ميديا. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. تعالوا كده مع بعض نعمل جوله
في صفحات السوشيال ميديا ونشوف ابرز العناوين الخاصه بالاهلي في الفتره اللي جايه. اول حاجه معايا الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر: الاهلي يقيد 5 صفقات جديده في افريقيا واتجاه لتاجيل عبد القادر. طيب حسب المصدر اللي قال للوطن سبورت ان نتيجه اصابه احمد عبد القادر ومعاناته من الاصابه في العضله الضمه وعدم لحاقه بلقاء السوبر امام الرجاء، فبالتالي الجهاز الفني هيفضل انه مش هيتايد خلال الفتره الحاليه ويايد الخمسه الاخرين اللي انضموا للاهلي بعد نهايه القائمه الاولى الافريقيه، لو بنتكلم على بيرسيتاو، لويس ميكيسوني، كريم فؤاد، حسام حسن، عمار حمدي، ولكن ده مصدر للوطن الرياضي. لكن زميلنا فاروق صلاح قال النهارده ان احمد عبد القادر بقى سليم، وبالتالي لسه هنشوف الموقف الرسمي خلال الفتره اللي جايه، هل السته هيتايدوا؟ هل بيتسو هيأيد 3 فقط؟ ده هيتحدد قبل موعد لقاء السوبر بايام قليله. طيب نروح كمان ونشوف ايه اللي معانا في ترند الاهلي. الوطن سبورت بيتكلموا عن الاهلي يدرس سفر مدافع الفريق الى اوروبا بسبب كثره الاصابات. هنا الكلام في حساب الرسمي الوطن سبورت على تويتر بيتكلموا على إصابة محمود متولي، وهم شايفين أنها إصابات متكررة، ولكن الإصابة هنا مختلفة، مرة في الضمة مرة في الخلفية، هي المسألة ممكن تكون سوء حظ. وفي النهاية هنشوف الموقف الرسمي للأهلي إذا كان حابب يطمن على محمود متولي ممكن يكون في داعي للسفر ليه للخارج عشان يطمئن على حالته وجاهزيته الفترة اللي جاية. الأهرام بيتكلموا على بدري بنون. هو بدري بنون يا جماعة موجود في قطر في انتظار بعثة الأهلي عشان استعدادا لماتش الرجاء، لكن مش موجود في قطر وممكن يكون في عرض مغري من الانديه القطريه بعد اداؤه الرائع في كاس فيفا للعرب. لكن على حساب الرسم الاهرام على تويتر بيقولوا ان في عرض مغري تلقاه بدري بنون من احد الانديه القطريه للانضمام لصفوفها في شهر يناير القادم، وانا بقول لكم حتى لو في عرض رسمي بدري بنون مكمل في النادي الاهلي. طيب اخر حاجه معايا اليوم السابع، وعاملين احصائيه على ماذا قدم علي لطفي في عرين الاهلي قبل مواجهه الرجاء المغربي بالسوبر الافريقي. هذا التقرير معمول بناء على ان محمد الشناوي ده الكلام ده قبل المباراه ممكن ما يلعبش لقاء مصر وتونس اليوم، فممكن يكون علي لطفي هو حارس الاهلي في لقاء السوبر. طبعا لسه اسبوع على المباراه، الشناوي النهارده بيقود منتخب مصر امام تونس، والاثنين على هبه الاستعداد للقاء ماتش الرجاء المغربي. لكن بيتكلموا على ان في ارقام لعلي لطفي، يعني في 8 يونيو 2016 كانت أول مباراة لعلي لطفي مع منتخب مصر. علي لطفي مع الأهلي لعب 26 مباراة بإجمالي 2182 دقيقة، تلقت شباكه 23 هدف وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة، وتوج مع الأهلي بثلاثة دوري، بطولتين دوري أبطال إفريقيا، سوبر إفريقي، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية. طيب دي كان جزئية ترند الأهلي، أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والجزء الأخير من برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. الحساب الرسمي لبرشلونه النهارده من خلال حسابها الرسمي على تويتر نشر فيديو مهم جدا لاكويرو وهو بيعلن فيه اعتزاله اللاعب الدولي. تعالوا نشوف الاكونت الرسمي لبرشلونه على تويتر وهو بيتكلموا عن اكويرو وفيديو الوداع من اكويرو للمستطيل الاخضر. تعالوا نتابع. طيب زي ما انتم شايفين بالتاكيد كوين اجويرو كان النهارده بيتكلم على انه قرر بشكل رسمي اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بسبب مشاكل صحية في القلب، وقال قررت التوقف عن لعب كرة القدم، لحظة صعبة جدا، اليوم سأتوقف عن لعب كرة القدم بسبب مشاكل صحية. وزي ما انتم شايفين كان بيتحدث طبعا وهو باكيا، لان بالتاكيد بتبقى اصعب لحظة على لاعب الكورة لما بيكون بيغادر ارضية الملعب، فما بالكم لما كان يعني لما يكون كمان بيغادر وهو عنده مشاكل صحية، مش فكرة ان هو كبر او خلاص بيعتزل الكورة بعد ما تخطى سن ال 35. كوين اجويرو كان من المهاجمين اللي عاملين اداء رائع جدا في الملاعب الاوروبية ومع برشلونة، لكن نتمنى له السلامة ده في البداية، وان شاء الله يكون ليه مستقبل في الفترة اللي جاية بقى سواء اداري او حتى تدريبي. طيب ده جزء مهم النهاردة معانا في الترند العالمي. طبعا وانا بختم الحلقة معاكم النهاردة، يمكن منتخبنا الوطني امام المنتخب التونسي واحنا في اللحظات الاخيره من الشوط الاول وقبل صافره نهايه الشوط الاول، ما زالت المباراه تعادل سلبي ما بين المنتخبين تونس ومصر 0-0، ولسه بقى الشوط الثاني ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا وهدف يكفي للتاهل الى المباراه النهائيه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.